وليش طلعتوا؟ طلعنا هذا أمرنا مو بكيفنا، هذا أمر الله عز وجل. الله عز وجل أمركم بأن تطلعوا من باغوز؟ لأن الله عز وجل ما أمرنا بالتهلكة حتى أطفالنا كلياتها تتبتر وتموت أمام عيننا. وإن شاء الله من تم طلعنا لبرا حتى الرب الجيل ثاني بإذن الله يقود المجاهدين. إذا رجالنا ماتت فنساءنا ما ماتت، فبإذن الله راح تربي هذا الجيل واللي أصغر منه واللي أكبر منه بإذن الله حتى يطلعوا مجاهدين.